وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بهدف مقابل لا شيء، نفس النتيجة اللي انتهت بها الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف مقابل لا شيء. الهدف لميدو أسامة يمكن هدف جه في اللحظات الأولى من الشوط الأول. الشوط الثاني بالتأكيد كان فيه يعني هجمات هنا وهنا، ولكن كان متوسط المستوى، أقل من متوسط المستوى. يمكن ده الهدف في المباراة الوحيد، تمريرة من أحمد خالد قباقة لميدو نبيل، ميدو نبيل بيدي لأحمد خالد قباقة من تاني، وبعد كده بيباص كرة لميدو أسامة، واللي يعني دخل منطقة الجزاء وراوغ، ثم سدد في الزاوية اليسرى لحارس فريق قوات الدفاع الجوي حسن عبد العال. يمكن دي النتيجة اللي انتهت بها المباراة، هدف مقابل لا شيء. كابتن حشيش، يمكن نتيجة اللقاء انتهت 1-0، تعليقك على الشوط الثاني، وهل الشوط الثاني مستوى اقل شويه من المستوى الاول؟ الشوط الاول ده حقيقي فعلا المستوى اقل شويه، مع يعني ممكن يكون اللعيبه بقى طبعا مش في جاهزيه كامله، نتيجه ان المسابقات بتاعتهم خلصت من فتره، ممكن يكون بيتمرنوا بس بيتمرنوا خفيف. كذلك برضو ممكن التغييرات الكتيره اللي احنا قلنا عليها لازم تحصل ممكن تكون اثرت برضو على الاداء، ما يبقى في تغييرات كتيره بيبقى القوام بيتلخبط شويه في الفريق. يعني المباراة كلها طبعا الاستفادة فيها الوحيدة هو ان الناس تشوف اللعيبة، الأجهزة تشوف تتابع، يعني يقدروا ياخدوا فكرة، كونوا فكرة، طبعا مش فكرة أساسية لأن في أكيد مباريات جاية تانية، إنما ياخدوا فكرة مبدئية عن اللي يقدر يصلح ان هو ممكن زي ما قلنا تحسبا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي خلص الدوري بدري، يبقى اللعيبه دي ممكن استعان بيها في خلال الفتره اللي جايه. ظهر اكتر من لعيبه، يمكن برضو لازلت مصر ان هما الاثنين ميدو اسامه وكباكا هما الاثنين اللي ظاهرين في الفريق ولعبوا بمستوى ثابت شوط اولاني وشوط ثاني. بقيه اللعيبه ممكن يعني في بعض اللعيبه فيهم ممكن يكون برضو الاداء ما اقنعش قوي، زي بقول لك نتيجه ممكن برضو يكون في ضغط مباراه في بتتذاع وفي نفس الوقت الجهاز قاعد بره، وجود كابتن سامي قمصان برضو جه يتفرج، فممكن في بعض اللعيبه بتقلق شويه من الحاجات دي او عارفين ان هي الماتشات دي او الماتش ده عشان برضو الاختيارات خلال الفتره اللي جايه ممكن يكون ده اثر على بعض اللعيبه. انما انا بحيي بقى كمان فريق الدفاع الجوي الحقيقه، لانه كلهم طبعا مجندين وكلهم يعني لعيبه درجه رابعه في القسم الرابع وكده، فالقسم الرابع برضو خلص من فتره فاكيد برضو ما بيتمرنوش، فكويس ان هم قدام النادي الاهلي هزيمه 1-0، وكانوا برضو في بعض الاحيان بيوصلوا المرمى النادي الاهلي، فدي حاجه كويسه تتحسب لهم. يعني دكتور احمد، الشوط الثاني يمكن شايفين المستوى اقل من الشوط الاول، ولكن كانت في تغييرات كتيره برضو، يمكن برضو التغييرات اكيد ممكن تؤثر في المستوى، فتعليقك على احداث الشوط الثاني. يمكن طبعا الشوط الثاني اقل بكتير من الشوط الاول بسبب التغييرات الكتير، يمكن كابتن محمد شرف عايز يدي فرص لاغلب اللعيبه الموجوده، ان هي برده حضور النهارده الكابتن سامي قمصان تواجده على الدكه بيوجه رساله ان شاء الله بعد حسم الدوري ان شاء الله هيتبقى، يعني لو انت في النادي الاهلي في الفريق الاول لو كسبت 5 مباريات من 10 في حاله فوز بيراميدز بباقي المباريات بتاعتها تحسم الدوري، فهيبقى قدامك 5 أو 4 جولات اخيره مثلا في نهايه الدوري تقدر تدفع بيها بالعناصر الشابه من الفريق القطاع الناشئين اللي احنا شفناه النهارده. فكان كابتن تواجد الكابتن سامي قمصان رساله للكلام ده، ان احنا جايين نشوف ونحكم على بعض اللعيبه، وانا بشوف ان في 2 لعيبه أو 3 لعيبه أو 4 لعيبه مثلا من الفرقه دي بصراحه ممكن ارشحهم للفريق الاول. رقم 1 احمد خالد قباقة، لو جبنا حتى الهدف بصراحه هو وميدو اسامه الاثنين دول تحديدا ليهم دور مهم جدا في الهدف. لو استعرضنا الهدف نشوف حتى جمال الهدف وجمال تمريره احمد خالد قباقة اللي هو عامل الشكل، يعني انا بشوفه نموذج للاعب اللي احنا محتاجينه في وسط الملعب، خاصه ان مارسيل كولر بقى بيلعب بثلاثه دلوقتي. يعني بيحط لك مروان عطيه وحمدي فتحي واليو ديانج، فالاثنين اللي بيكملوا انا بشوف ان احمد خالد قباقة مؤهل ان هو يلعب معاهم، ان هو في الفتره الجايه ان هو يقدر يخش. ليه؟ لان احمد خالد قباقة عنده الميزه ان هو بيقطع لك الكره الثانيه وبيكمل وعنده ميزه التسديد ودفاعيا كويس، ودي موهبه في حد ذاتها، وعنده رؤيه التسديد دي يعني دايما في لعيبه بتقلق من موضوع التصويب ده، انما في لعيبه عندها الجرأه ان الكره لما تجيله في وضع مناسب بيقدر يسدد ودي موهبه. احنا متاكدين يعني يا كابتن محمد للحته دي، ان اللعيب اللي هو عنده ميزه التسديد في وسط الملعب ده مهم جدا، عنده الرؤيه
بيكمل وفي استعادته للكره الثانيه حتى. صح. لو جبنا لعبه الهدف هنلاقي دور حتى احمد خالد كباكا في الحته دي. صحيح. كان مهم جدا. برضو ميدو اسامه بشوف ان هو برضو واحد من اللعيبه قدم موسم كويس بصراحه مع فريق 2003 وختم الموسم بشكل كويس، وحتى كان سجل في شباك نادي الزمالك في 100 عقبه، سجل اكتر من هدف، والنهارده برضو الهدف اللي جابه هنلاقي ان احمد خالد كباكا لعبها لميدو نبيل، وميدو اسامه حطها بالشمال في المقص، جون يعني جون جميل جدا بيدل ان ده واحد لعيب موهوب. صح. ميدو اسامه برضو بيلعب في اكتر من مكان، ممكن تستخدمه كصانع العاب وممكن تستخدمه كجناح شمال يعني وينج ناحيه الشمال. اللاعب الثالث برضو معتز محمد هو افضل، بشوف ان هو افضل مساك في الفرقه في الثلاثه الموجودين بصراحه، اللي هو مواليد 2005، بدليل ان هو حتى متصعد من 2005 معه. يعني هو من 2005 ودي فرقه 2003، فدليل تصعيده ان هو واحد من المساكين الصاعدين بقوه. والرابع طبعا مصطفى مخلوف، بشوف ان دول افضل اربع عناصر موجوده في الفريق ده في فرقه 2003 متصاعدين. وعايز اقول على حاجه برضو، ان مهم جدا جدا ان اللاعب لما يبقى في سنه صغير يشارك مع فرقه اكبر منه. يعني انت ليه كمان؟ انت النهارده عندك فرقه 2005 هتبقى فرقه واحده، يعني فرقه 2005 و2006 هيبقوا فريق واحد. فريق واحد. فالعناصر المميزه في فرقه 2005 مهم ان هي تتصاعد تلعب مع فرقه 2003، زي ما احنا شايفين كده النهارده كباقه ومعتز محمد وزعلوك دول وحازم جمال، دول 2005. فلما اللعيب من صغر واحد زي احمد خالد كباقه ده 2005، لما يلعب مع فرقه 2003 وناس اكبر منه يعني لعيبه اكبر منه ويظهر بالشكل المميز ده، يبقى ده لعيب موهوب بياخد خبرات اكتر. احمد تاكيد لكلامك، احنا لما كنا في اشبال النادي الاهلي كان في لعيبه بتلعب في السن الاكبر. يعني مثلا تحت 14 سنه بيلعب ما تحت 16 و16 يلعب 18. فعلا جت في نهايه المده اللعيبه اللي كانت بتتصعد الدرجه اللي اكبر منها دي هم دول اللي وصلوا الفرقه الكبيره. فتاكيد لكلامك فعلا بالاسماء. يعني الناس 3 4 من كل فرقه كانوا بيستعينوا بهم في الفرقه الاكبر. الناس دي جت عند السن 19 سنه كانوا في الفريق الاول اصلا. فعلا من فترة. فعلا بيبان المؤشرات بتبان. احمد فتحي لما بدا حسني عبد ربه لما بداوا كانوا كام؟ 16 سنه. صحيح. 16 سنه كانوا بيلعبوا في المنتخب الشباب وبيلعبوا في فرقتهم فريق اول. صحيح. ولعبوا برضو يعني مع منتخب مصر الاول من سن صغير، فده مهم. النهارده اللاعب احمد خالد كباكا ده 2005، يعني بتتكلم في سن صغير جدا، تقدر ان انت تديله بس بعض المباريات يقدر يكتسب خبرات مع اللعيبه. اكيد مش هيبدا مره واحده اساسي او مش هتدخله مره طبعا. بس هتحطه وسط ناس تقدر تسنده. صحيح. لا خاصه ان هو عنده الموهبه، وانا بشوف ان هو لعيب ممتاز بصراحه. عنده ميزه احمد بدون قطع كلامك بلاحظها فيه، ومن النادر ان انت تلاقيها لعيب في وسط الزحمه، دايما محضر. يعني صح. قبل ما الكوره تجيله بيبقى عارف يلعب الاسكان، ثلاث ارباع لعبه لو شفت لو جاب اللقطات ليه وهي جايه عاملها لوحد، وهو جاي عاملها لوحد محضر. ودي ميزه، ده معناها ان هو كاشف الملعب. اللي بيحضر ده اللي هو كاشف الملعب، لعيب عنده قبل ما الكره تجيله انا شايف الملعب بحطها لاقرب واحد سابق سنه يعني. فالرؤيه عنده جميله. يعني اللي بيبدا في الاهلي بالسن الصغير ده بيلعب مع مراحل سنيه اكبر منه، بتلاقيه في الفريق الاول بعد سنه او اتنين بكتير. انا فاكر شفت ده في رامي ربيعه. صحيح. شفت ده في تريزيجيه، شفت ده في لعيبه كتير. احمد عبد المنعم، مصطفى شوبير بالظبط، محمد عبد المنعم، الناس دي كلها. ما النهارده مصطفى شوبير ده ازاي لعب كده مره واحده ماتش نهائي، جبته من النار للدار. أيوه. او من الدار للنار على طول. أيوه. ازاي جبته في مباراه زي دي؟ عشان هو متاسس صح في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. صحيح. محمد عبد المنعم برضو لعب كويس بشكل كويس، ولما طلعته وعرف فيوتشر 6 شهور ورجع قدر ان هو برضو بيسجل هدف حاسم، يعني نجمين المباراه. على فكره منعم انا فاكر في التوقيت ده ما طلعش اعاره لعدم رغبه الاهلي في استمراره، بالعكس عشان ياخد ماتشات، عشان ياخد ماتشات مش اكتر. اصل انا فاكر الناس كلها تقول لك ايه اللي اكتشف منعم كيروش. لا الاهلي ده الاهلي في الفتره دي اصلا كان منعم مرشح ان هو يطلع من القطاع. صحيح. فوق للدرجه الاولى. صح. ومش عايزين نقول ساعتها كان مين اللي بيتكلم على فكره ان منعم يكون موجود في الدرجه الاولى بشكل كبير يعني. طول ولا اقول انا؟ يعني الناس كانت شايفاه في الاهلي بشكل كويس جدا على فكره. ده حقيقه. فكره بس ان هو في المنتخب الاول شافوه فضموه، انه كان بيلعب في فيوتشر، لان في التوقيت ده كان بيتسو ما كانش شايف ان في احتياج في المركز ده في التوقيت ده، فقال لك خلاص يطلع يروح فيوتشر. هو كمان عشان هو كان طبيعته قاصر على 12 13 لعيب هو اللي مهتم بيهم بيلعبوا. بالظبط بالظبط. ما عندوش الرؤيه ان لازم النادي الاهلي زي دلوقتي البطولات الكتيره زي دلوقتي كولر شيل لعيب جاهزين. عشان كده انت ما حسيتش في ماتشات ان في مستوى نزل في الاداء ولا حصل مشكله ولا لا، هو جمع لعيبه كتير وادى فرص. الناس كانت في الاول بتعتب عليه، احنا كل ماتش نلاقي الناس جديده، احنا كل ماتش مش لا بالعكس
عرفنا قيمه الكلام ده بقى بمرور الوقت. بمرور الوقت. ففيوتشر خد ساعتها منعم لعب ماتشات معاه، شافوا جهاز المنتخب، ضمه للمنتخب، شفناه نضج بشكل كبير. صحيح. في مده قصيره رجع على طول ولعب مع الاهلي. بس مباراه النهارده كمان مكسبين مهمين قوي، المكسب الاساسي اللي هو المكسب المعنوي، ان انت بتوجه رساله، مشاركه النادي الاهلي في حدث زي ده دي رساله مهمه جدا طبعا، ان النادي الاهلي داعم لكل مؤسسات الدوله على راسها القوات المسلحه المصريه طبعا، دي رساله مهمه. طيب. جدا. نروح بسرعه لزميلنا فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي في ملعب الدفاع الجوي، معاه لقاء مهم جدا مع كابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين. اتفضل يا فاروق. من جديد بجدد التحيه بالزميل العزيز محمد سعيد، وبجدد التحيه بكابتننا الكبير الكابتن محمد حشيش ودكتور احمد دسابت، وبكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. واحد من نجوم النادي الاهلي والمدير الفني لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، وما احلى العوده والرجوع الى البيت الكبير بيت النادي الاهلي، ما يقدرش يتاخر في يوم من الايام على النادي الاهلي. ابتدى سريعا الشغل اجتماعات مع المدربين، ثم انطلق الاختبارات اليوم، خلص الاختبارات جه على الملعب هنا موجود مع فريق الامل للنادي الاهلي. كلام كتير قوي يتقال مع الكابتن بدر رجب نجم النادي الاهلي ومدير الفني لقطاع الناشئين. كابتن بدر، تحيات الزميل محمد سعيد، الكابتن محمد حشيش، والدكتور احمد دسابت. ما احلى العوده والرجوع الى جدران البيت الكبير اللي الكابتن بدر رجب ما يقدرش يتاخر في يوم من الايام على النادي الاهلي. طبعا ما يقدرش يتاخر، بس خلينا الاول تحياتي للكابتن حشيش ولمحمد والدكتور احمد ثابت، كل الموجودين تحياتي ليهم. لكن انت بتتكلم على العشق، النادي الاهلي ده عشق لكل المصريين، مش لبدر رجب بس، وده ناديه اللي اتربيت فيه، وانا اللي سعيد بوجودي في النادي الاهلي. واكيد طبعا النادي الاهلي ضاف لي كتير، هحاول بكل الطرق وبشتى الطرق ان انا اعمل اي حاجه للنادي الاهلي حتى لو كانت حاجه بسيطه، بس بالنسبه لي ده اقصى حاجه هعملها ان شاء الله للنادي الاهلي، ان انا اعمل لهم حاجه يفضلوا فاكريني بيها زي ما عملت قبل كده. وده مش هيبقى لوحدي، بكل الناس اللي موجوده وكل الناس اللي اشتغلت قبليا والناس اللي هتشتغل بعدين. كابتن بدر، شفت ازاي ثقه مجلس اداره النادي الاهلي ممثله في القيمه والقامه الكابتن محمود الخطيب؟ كابتن بدر رجب، مطلب للجماهير، مطلب لكل فرد داخل المنظومه، وجود الكابتن بدر رجب وعودته لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، شفت الامر ده ازاي؟ ويمثلك ايه ثقه الكابتن محمود الخطيب؟ خليني اقول لك، اما اتكلم على الاسطوره المصريه والاسيويه والعربيه بكل المقاييس وبكل المعايير، انت بتتكلم على حدث رياضي. كابتن الخطيب ده حدث رياضي كبير، مش عشان انا اشتغلت في النادي الاهلي، لا، انا طول عمري بقول على كابتن الخطيب بالنسبه لي، يعني احنا حتى واحنا بنلعب كنت تحب اتفرج عليه، كنت تحب اتفرج حتى وانا لسه في الناشئين، اتفرج عليه في التلفزيون، اتفرج عليه لما اتمرنت معاه. يعني ده انت بتتكلم على حدث كبير جدا بالنسبه لي كابتن محمود الخطيب. مجلس اداره النادي الاهلي في كل الموجودين، ثقه كبيره للدهاني وعلى راسهم الاسطوره كابتن محمود الخطيب، محملاني مسؤوليه كبيره جدا تجاه النادي الاهلي وتجاه جميل النادي الاهلي الكبيره، وتجاه ان احنا عايزين نحقق نعمل لعيبه ونعمل بطولات، ودي صعبه جدا، لكن انا بوعدهم ان انا ان شاء الله اكون اهل للثقه، انا وزمايلي الموجودين والجهاز اللي موجود، ونقدر نعمل حاجه ولو حاجه بسيطه جدا للنادي الاهلي، وان كان كلنا مهما نعمل مش هنوفي النادي الاهلي حقه. شايف مشاركة النادي الأهلي والدور الوطني للنادي الأهلي أنه يشارك النهاردة في احتفالية للقوات الدفاع الجوي، مرور 53 يعني العيد 53 لفريق قوات الدفاع الجوي، ودور الوطني للنادي الأهلي، شفته إزاي يا كابتن بدر؟ النادي الأهلي ده نادي مصر، يعني أنت بتتكلم على مصر، واحنا الجيش ده بالنسبه لنا، خلينا اقول لك، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. احنا الجيش، احنا بنحب الجيش وبنحب اي حد في الجيش، والنادي الاهلي دايما سباق ودايما سابق ناس كتير قوي وسابق انديه كتيره جدا في ان هو يقول ان انا بحب مصر فعلا وقولا، مش كلام بس. احنا النادي الاهلي تملي افعال مش اقوال، وده اللي حصل النهارده، موجودين مع القوات الجويه في العيد بتاعهم الوطني، واحنا شرف لينا ان احنا نبقى موجودين، بنتشرف بالقوات المسلحه في كل مراحلها، اي حاجه يطلبونا فيها احنا حاضرين واحنا موجودين، واحنا سعداء جدا بوجودنا معاهم. كابتن بدر رجب، كتير جدا من نجوم كرة القدم المصرية مفيش لعيب يقول لك اللي اكتشفني الكابتن بدر رجب، اللي لعبني في المركز دوت الكابتن بدر رجب، بنقول العين اللي بتنتقي والعين اللي بتوظف، قاعدتين مهمين جدا تميز بيهم الكابتن بدر رجب بين جميع أقرانه في قطاعات الناشئين في مصر وخارج مصر.
خليني اقول لك انا برضو ما اشتغلتش لوحدي، انا كان معايا كتيبه كبيره جدا من زمايلي، واحنا تعبنا جدا عشان نعمل النجوم دول. الاولاد اللي احنا عملناهم دول او النجوم اللي بقى نجوم مصر دلوقتي، مش انتقاء بس، ممكن تلاقي واحد بينتقى كويس قوي، لكن كمان بجانب الانتقاء ان انت تبقى مدرب تدربه على الحاجات اللي تخليه يلعب لعيب درجه اولى او يلعب في المنتخبات. بالتالي القاعده الكبيره اللي عملناها حوالي 52 58 لعيب دول بس اللي ظهروا على الشاشات، وفي لعيبه ثانيه لعبت في انديه ثانيه قد تكون الذاكره خيناني شويه مش هفتكرهم، لكن الانتقاء والتدريب اهم عناصر كره القدم عشان تعمل لعيب كوره، سواء على المستوى المحلي او على مستوى المنتخبات او على المستوى الاوروبي، لانك بتجيب لعيب وانت بتشكله، بس الاول تجيب لعيب كويس، يعني تنتقي لعيب كويس وليها معايير وليها مقاييس وليها خصائص وليها خبرات كبيره علميه وعمليه، حاجات كتير جدا نتكلم فيها في الانتقاء. لكن خلينا نكون عمليين، احنا في مصر عندنا لعيبه ولكن محتاجين التنقيب والتدريب. عايز اروح لنقطه مهمه، اكتر اللعيبه اللي لفتت نظرك النهارده في الفريق وتقييمك بشكل عام للمباراه النهارده ازاي؟ لا، في لعيبه كتير كويسه موجودين، لكن المباراه بالنسبه لنا احنا عايزين نشوف الاولاد دول واقفين فين، احتياجات الفريق الاول بالنسبه لهم، بالنسبه لنا دي مهمه جدا في الاماكن اللي هي النادي الاهلي محتاج فيها لعيبه. عندنا راس حربه كويس قوي، عندنا عبد الله او عندنا كباكا، عندنا كذا لعيب مبشرين جدا، عندنا حراس مرمى كويسين، الناس اللي شغاله شرف وخالد بيبو ووليد والناس اللي كانت شغاله قبلنا عاملين لعيبه كويسه، وفعلا يعني لعيبه مبشره جدا انها تبقى موجوده في المنتخبات او في الفريق الاول، لكن احنا جايين عشان نأدي احتياجات الفريق الاول. قطاع الناشئين موجود عشان يأدي ويلبي رغبات الفريق الاول في اي مركز ناقص، ان شاء الله بنوعدهم ان احنا هنكون سند وجنبهم في كل الظروف في كل المحاكم. قبل ما اروح لكلام كتير واكتدات كتير جدا بتقال على السوشيال ميديا خاصه بتشكيل قطاع الناشئين، كابتن حشيش بيقول لك النهارده كان اول يوم في الاختبارات، في عناصر مبشره وبخاصه انت عملت تجربه جديده، بنشوف اختبارات لخمس سنين وست سنين. والله هي جديده هنا في مصر لكن مش جديده في الامارات، انا عملتها في الامارات وكللت بالنجاح، لان احنا عملنا حاجه جديده جدا، احنا بدانا سنتين ثلاثه بدري، فبالتالي هيبقى عندنا لعيبه كويسه، والنهارده انتقينا لعيبه يعني كويسه جدا 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 موهوبه وعندها خمس سنين، بس العين اللي تنقب زي ما قلت لك او العين اللي تختار ان الولد ده هيوصل فين بعد كده، انت بتشوفه دلوقتي قدامك فانت باصص له دلوقتي بس، لا احنا بنبص لبعيد لقدام، ده هيوصل لفين. النهارده كان عندنا اقبال شديد جدا، وفي كل الاعمار اللي اختبرناهم النهارده في ناس في موهوبين بالكم مش بالكم بالكيف، يعني ما عندناش كم كبير لكن عندنا كيف يقدر نوظفه ويبقى دعامه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي فيما بعد ان شاء الله. اخيرا اخر اخبار تشكيل الجهاز الفني لقطاع الناشئين يا كابتن بدر رجب؟ التشكيل موجود كابتن حشيش بيقول لك مش محتاج ليبرو؟ ده احنا محتاجينه معانا يمسك مكاننا. كابتن حشيش ده حبيبي وكابتني ومن الناس اللي انا بحترمهم جدا، وكان لعيب كويس جدا كابتن حشيش، ولعب كاس عالم ولعب منتخبات ولعب فريق اول في الاهلي ولعب في الاسماعيلي، يعني باع كبير جدا في الرياضه. ولكن خليني اقول لك ان احنا التشكيل بتاع القطاع احنا شكلنا القطاع لكن لسه مستنيين موافقه مجلس الاداره وكابتن الخطيب المسؤول على الكوره ولجنه الكوره، والناس اللي موجوده دول يعني بالنسبه لنا ان شاء الله يبقوا سند للنادي الاهلي وسند لينا فيما بعد. ان شاء الله انا جايب مدربين يقدروا يقوموا بالمهمه اللي احنا جايين ليها، ان هم يعملوا لعيب كوره كويس يمد المنتخبات ويمد الفريق الاول بالقطاعات من قطاع الناشئين. اشكرك يا كابتن بدر ونتمنى لك التوفيق، ومهمه تقيله لكن انت قدها باذن الله. مشكور والف شكر وسعيد بلقائي بيكم، الف شكر. زميلي محمد مستمرين معاك وكلام مهم جدا، كان لازم ان احنا يعني نستفيد في هذا الامر مع الكابتن الكبير الكابتن بدر رجب نجم النادي الاهلي والمدير الفني لقطاع الناشئين، لكن انا بينضم لي في هذه الاثناء واحد من ابناء النادي الاهلي اللي عمره ما اتاخر في يوم من الايام على النادي الاهلي. تكون موجود في الجهاز الفني للفريق الاول نعم وحاضر، تكون موجود في قطاع الناشئين موجود ونعم وحاضر، واحد من الابناء المخلصين وليه بصمه كبيره جدا كابتننا الكبير الكابتن احمد ناجي المشرف العام على حراس المرمى بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن احمد ناجي واحد من ولاد النادي الاهلي، ما يقدرش يتاخر على نداء النادي الاهلي، انا موجود مع النادي الاهلي في اي وقت وفي اي مكان. انا بتشرف ان انا موجود يعني، ف منها بدأنا وإليها نعود يعني. لا الحمد لله يعني أنا في منتهى السعادة
بالتكليف بالمنصب ده، يعني لأنه منصب مهم ومنصب في كمية شغل كبيرة جدا جدا، وإحنا إن شاء الله بإذن الله بنأمل إن إحنا يعني يكون الفترة اللي إحنا هنشتغل فيها تكون فيها إنتاج كويس ويكون فيها عمل جاد. يعني عايز انقل لك تحيات للزميل محمد سعيد، الكابتن محمد حشيش، الدكتور احمد ثابت. وجود الكابتن احمد ناجي في قطاع الناشئين في النادي الاهلي هو اضافه وقيمه كبيره جدا لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. بسلم طبعا على محمد وعلى كابتن حشيش وعلى الدكتور احمد، وطبعا احنا سعداء جدا بالمرحله كلها، المرحله فيها بهجه وفيها سعاده وفيها مكاسب وفيها ال11، وكلنا مبسوطين وكلنا سعداء، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل باذن الله. ما ينفعش يكون معايا الكابتن احمد ناجي ولازم اتكلم على الدور الوطني للنادي الاهلي، وان النادي الاهلي جزء لا يتجزا من هذا الوطن. ووجوده النهارده في العيد ال53 للقوات الدفاع الجوي، اعتقد ده دور مهم جدا للنادي الاهلي يا كابتن احمد. النادي الاهلي طبعا نادي الوطنيه وحلق يا نصر الحريه لا طبعا النادي الاهلي طول عمره من 1907 ليومنا هذا هو نادي الشعب. ف يعني ما حدش يزعل من الكلمه دي، لان الكلمه دي حقيقيه تماما. يعني اللي اسسوا النادي الاهلي ناس وطنيين مصريين، والى يومنا هذا كله ماشي على نفس الضرب وكله ماشي على المبادئ والقيم والتطوير. وزي ما احنا شايفين كل حاجه ماشيه على ما يرام، وكل حاجه بتسعد كل جماهير النادي الاهلي وكل شعب النادي الاهلي. كابتن حشيش بينقل لك تحياته وبيقول لك احنا مستنيين منك الكتير، انت اضافه كبيره لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، وعايز اطمن من خلالك على مستقبل حراسه المرمى في النادي الاهلي يا كابتن احمد، وانت معانا الحارس الامين على يعني شباك النادي الاهلي. لا بطمن كابتن حشيش وبطمن كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان ان عمر قطاع الناشئين في النادي الاهلي ما نضب من المواهب. وانا الفتره اللي فاتت شفت مواهب كتير جدا، واقربهم النهارده يعني كان عندنا اختبارات لسن صغير جدا 5 سنين و6 سنين و7 سنين، يعني لقينا حراس عفاريت وجد، يعني حاجه جميله حاجه تفرح. وطبعا حراس القطاع يعني النهارده شفنا 3 حاجه اجسام وحاجه مهاره لا اللي جاي هيكون كويس ان شاء الله. اخيرا يا كابتن احمد، شفت ال11 ازاي البطوله ال11 وانت عشت كتير جدا من البطولات مع النادي الاهلي؟ هي عامله لنا سطلانه يعني انت عارف يعني. لا يعني هي كانت صعبه، وانا من اول يوم احنا خسرنا 5 في سان داونز كتبت على صفحتي وقلت النادي الاهلي بطل افريقيا وال11 اهلاويه والحمد لله رب العالمين. وانا يعني قلت ده مش من فراغ، قلت ده لان احنا احسن سكواد في القاره، عندنا مجلس اداره هادي جدا ومتزن جدا ويعرف يعمل دوافع للاعبين بشكل جيد، مفيش انفعالات، مفيش ردود افعال مش محسوبه، لا ناس فعلا بتفكر بشكل جيد جدا. وده اللي بان، شفنا طبعا الدعم والمسانده من كابتن محمود وكل مجلس الاداره، وفروا مناخ يعني يخلي اي حد انه يبذل اقصى جهده، وده اللي حصل. بنشكر طبعا اللعيبه وجهازهم الفني وقبلهم مجلس الاداره وجماهيرنا العظيمه المتاكده ان الفرقه مش هتخذلهم وهي ما خذلتهمش، والف الف مبروك واللي جاي يكون افضل ان شاء الله. اخيرا يا كابتن احمد، شفت ثقه الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي في عوده الكابتن احمد ناجي لقطاع الناشئين في النادي الاهلي ووجوده كواحد من ابناء النادي الاهلي؟ الكابتن يعني من فتره مش قليله يعني يمكن شهرين 3 يعني قعد معايا وقال لي انا عايزك تبقى موجود في النادي، طبعا سمعا وطاعه، وكان يعني الكلام بتاعه يعني خلاني يعني في منتهى السعاده، لانه انا بعتبر ان المحطه دي من اهم المحطات، يعني يمكن في تدريب منتخبات وتدريب بره مصر وتدريب في مصر، وطبعا في 13 سنه مع النادي الاهلي فيهم انجازات كبيره جدا، لكن انا بعتبر ان المحطه دي
هتكون من اهم التحديات اللي انا بعيشها، وان شاء الله باذن الله يعني الناس تشوف فيها حاجات حلوه. اشكرك يا كابتن احمد، ربنا يديك الصحه ونتمنى لك التوفيق، ومستني منك كتير يا كابتن احمد. اشكرك شكرا جزيلا. محمد، ده كان لقائنا طبعا مع الكابتن احمد ناجي، واحد من رموز والقيمه والقامه اللي طبعا بعودته لقطاع الناشئين النادي الاهلي ووجوده في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي اتكلم كلام من القلب، وثقه كبيره جدا من مجلس اداره النادي الاهلي ممثله في الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز محمد سعيد. شكرا لك يا فاروق على هذه اللقاءات المهمه والمميزه مع الكابتن بدر رجب والكابتن احمد ناجي، وبصراحه يعني تصريحاتهم محتاجه تعليق لان كلام مهم جدا قالوه. كابتن بدر رجب اتكلم في نواحي فنيه، والكابتن احمد ناجي اتكلم على امور ليها علاقه بالفتره الجميله اللي احنا بنعيشها في الفتره الحاليه. كابتن حششت عليك على التصريحات. الاثنين طبعا خبرات كبيره قوي، اذا كان كابتن احمد ناجي او كابتن بدر، خبرات كبيره جدا كله في الحته بتاعته. يعني بدر خبره كبيره جوه النادي الاهلي وبره النادي الاهلي، وله ابناء كتيره جدا طلعهم، وكان مساهم بشكل كبير جدا في تغذيه بقى اللعيبه الانديه كلها مش النادي الاهلي بلاعيبه كبيره اصبحت كمان لعيبه منتخبات. كذلك برضو احمد ناجي من المدربين اصحاب الخبرات الكبيره جوه مصر وبره مصر. يعني الفتره بتاعته كانت فتره كويسه جدا في النادي الاهلي او في المنتخب. يعني كون الاداره تفكر تجيب العنصرين القيمين دول، دي حاجه كبيره تحسب لمجلس الاداره، وان شاء الله الجمهور يشوف تاثيرهم في قطاع الناشئين خلال الفترة اللي جاية. أكيد دكتور أحمد. الاثنين إضافة كبيرة جدا للقطاع. يمكن الكابتن بدر رجب ده مكتشف المواهب، اكتشف نجوم كتير جدا على مدار تاريخ النادي الأهلي يعني في الفترة الأخيرة، منهم كهربا، تريزيجيه، لعيبة كتير قوي يعني أكتر من حوالي 15 أو 16 لاعب نجم في الدوري المصري مكتشفهم الكابتن بدر رجب. التصريحات كلها طبعا يعني إن شاء الله نشوف بصمتهم على مدار الموسم، وإحنا هنا بنتابع مباراة الناشئين أول بأول. ان شاء الله يكونوا اضافه ويكونوا بصمه ليهم، بصمه قويه. كابتن احمد ناجي طبعا واحد من المدربين، واحد من احسن المدربين الحراس المرمى في مصر، ويعني وطبعا كلامه كله عن البطوله ال11 وفرحه جمهور النادي الاهلي بيها، واتكلم برضو على اغنيه سطلانه وكده يعني. الجون اهو الجون ده، الجون بقى مسته. احنا هنا ممكن نجيبه من قبل كده كمان، نجيبه ونرجع بس من الاول خالص. احنا هنا من الاستوديو هنا بنوجه ان احمد خالد كباكا ده يا جماعه ممكن يكون مستقبل لعيب النادي الاهلي في وسط الملعب، خاصه ارجع معلش ثانيه في استعادته. ثانيه واحده معلش، او بص هنا استعادته للكره الثانيه. تمام، دي اهم دور. احنا بنتكلم ان انت بتعمل ضغط، استعاد لك الكره الثانيه وقدر ان هو يحولك من الدفاع للهجوم اهو. اكيد قدر ان هو يمرر بقى، اشوف بقى كمان بيكمل التكمله جوه المنطقه ومكمل عشان يتحرك بين الخطوط. هنا ميدو نبيل بيلعبها له، يعني مش مجرد بيتحرك بدون كره بشكل كويس، والتمريره اللي عملها وتحرك ميدو اسامه. ميدو اسامه لعيب ممتاز برضو من اللعيبه الواعده بقوه في مركز الجناح الايسر، ساب مكانه، ساب مكانه ودخل بالعمق خالص لما كباكا راح الناحيه الثانيه. عايز اقول الكلام اللي احمد بيقوله كمان، قطع الكره ده كمان محمد ده موهبه. يعني من ضمن المهارات استخلاص. انت ازاي تستخلص الكره بدون فاول وبدون حاجه وتنقل هجمه يعني. بص أكيد. هنا بص هنا الاستلامه احلى حاجه التمريره. التمريره دي بتقول ان ده الرؤيه والتمريره وتحرك ميدو اسامه وقطعته وترقصته والتوجيه كمان بالقدم اليسرى. طيب. ميدو اسامه لعيب ايمن بيوجهها بالقدم اليسرى في الزاويه البعيده بالشكل ده. لا بصراحه جون هدف ممتع يعني. مين مان اوف ذا ماتش؟ في واحد بس كباكا بصراحه. تمام كابتن حشيش. هو مفيش اللي هو يعني، هو ومعاه طبعا ميدو اسامه برضه عشان ياخد حق. هم الاثنين يعني بصراحه هم اللي كانوا بارزين قوي يعني، باينين قوي في وسط المجموعه يعني. اكيد. طيب يعني احنا بقى في الجزء الاخير من الاستوديو التحليلي النهارده. الاتحاد الافريقي من خلال صفحته الرسميه على الفيسبوك او حتى من خلال التويتر نشر فيما يعرف يعني بالكواليس اللي بتبقى في غرف خلع الملابس قبل المباراه او بعد المباراه، سواء في لقاء الذهاب او الاياب. الجزئية اللي احنا كنا بنشتغل عليها على مدار اسبوع كامل قبل لقاء العودة هي جزئية التحدي، وان الاهلي كسب ما خسرش، ودي العقلية اللي الاهلي راح بيها المغرب عشان يكسب الوداد في عقر داره امام جماهيره ويتعادل معاه ايجابيا 1-1 وبالتالي يعود بكأس البطولة. تعالوا نشوفوا لقطة كده مهمة. النهاردة ادارة الاعلام في الاتحاد الافريقي اهتمت بنشرها من خلال حساباتها الرسمية عشان تعرفوا ما يدور او ما يدور في الكواليس. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ بس تعالوا شوفوا ده صوت وصوره لما كانت اللعيبه في غرفه خلع الملابس بعد المباراه بتقول ايه. تعالوا نسمع. بص يا ماتش خلص، ما حدش يتكلم بقى، نركز في اللي جاي يا جماعه. ايوه لازم، ما حدش يتكلم بقى خالص، ما خسرناش. ها بص الماتش خلص،
صح كده، عندنا اسبوع نركز فيه. بص لو الماتش خلص ما حدش يتكلم بقى، نركز في اللي جاي يا جماعه. ايوه ايوه ده كلام محمد هاني، وبيأكد على فكره اليو جانج لما قال لك ايوه ايوه، يعني طبعا ده كلام هاني في اوضه اللبس. احنا ما خسرناش، نركز على اللي جاي، قدامنا اسبوع وهنكسب هناك. وفي شوت كده ببان في الفيديو، محمد عبد المنعم حتى هو متنرفز بيشوت كده حاجه قدامه، لان هو متضايق ازاي نطلع بالنتيجه دي، وحس بالمسؤوليه هو وعلي معلول، وكانوا هم اصحاب الهدف صحيح اللي احرز فيه المغرب. عشان كده كان فرحتهم كبيره جدا جدا بعد احراز الهدف، لقطه تاريخيه بالنسبه لهم. الناس لازم تعرف ان مش احنا اللي كنا في الاستوديوهات او في قناه الاهلي بنقول وبنحفز اللعيبه وبنقول لهم ان احنا يعني ما خسرناش احنا كسبانين، هم من نفسهم هو بعد الماتش بعد صفاره الحكم، ودي كمان بتبقى صعبه قوي ان انت وانت خارج من الملعب بيبقى عندك انفعالات من اللي حصل والماتش وتوقيت الهدف اللي جه، وكان ممكن 2-2 ان هم يخرجوا ويتكلموا مع بعض بالطريقه دي، وكله بيسمع لكابتن الفرقه كمان، فدي كانت حاجه بالزبط كويسه جدا. يعني دكتور احمد، تطور كبير في شخصيه محمد هاني. محمد هاني اللي كان دايما في من سنتين بيتعرض لانتقادات ومش عارف ايه وكده، دلوقتي بص محمد هاني وصل ليه. محمد هاني بقى الظهير الايمن الاساسي لمنتخب مصر، بقى الظهير الايسر الاساسي للنادي الاهلي. التطور كبير جدا في شخصيته، واصبح قائد في غياب محمد الشناوي. في مباراه الذهاب احنا كنا بندور على قائد يدير الفرقه، يعرف يسيطر على الفرقه، يعرف يوجههم. انت النهارده في مباراه الذهاب خارج 2-1 بيقول لهم فوت اللبس، خلاص يا رجاله ماتش وخلص، محدش يتكلم بقى، ونركز في اللي جاي يا جماعه، احنا ما خسرناش خلاص، الماتش خلص، نركز، عندنا اسبوع. فدي كلمات بتدل ان محمد هاني اتطور بشكل كبير جدا، وده الملحوظ. محمد هاني بصراحه يستحق التحيه على تطوره الموسم ده، لانه عمل دوري ابطال افريقيا ممتاز. محمد هاني واحد من احسن اللعيبه في النادي الاهلي في الفتره الاخيره، ولازم نشيد بيه لانه قدم، واحنا كنا بنشيد هنا بيه برضه في الاستوديو في فتره من الفترات في الاسابيع اللي فاتت، بصراحه يستحق التحيه. وده يعني ترجمه لتطور شخصيه محمد هاني في الفيديو ده. لا وفي وبعدين دليل على كلام محمد ان هاني كان الراجل الاساسي في النادي الاهلي، وبعدين جه اكرم ركب في المكان ولعب وبقى صح كويس ولعب منتخب مصر، فده ضغط نفسي غصبا عن اي أكيد حد على محمد هاني. فكون ان هو يرجع، ومش يرجع بس اساسي في فرقته ككابتن فرقه، لا يرجع كمان منتخب مصر، فدي حاجه تتحسب له. عايزه مقومات شخصيه معينه، راجل مثقف، راجل اكتسب مبادئ وخبرات من وجوده في النادي الاهلي ومن اللعيبه الاكبر منه، عشان كده قدر يوصل وربنا عوضه نتيجه، لان الحاجات دي بتيجي بالتحدي وبالاصرار وبالعزيمه، فهو عنده الثلاث حاجات دول يعني. لا ولسه في مفاجات ثانيه على فكره، يمكن في الكواليس في فيديوهات سواء هنا في مصر او في كازابلانكا، هتشوفوا بقى الكلام اللي انتوا بتسمعوه من تصريحات للعيبه لما تشوفوا صوت وصوره بقى في الكواليس قبل المباراه ما بين الشوطين. كولر دخل ما بين الشوطين قال ايه للعيبه، كولر بعد المباراه دخل ايه للعيبه في اوضه اللبس في استاد القاهره. يعني النهارده اللي اتعرض ده ما يجيش واحد من عالميه من الكواليس اللي كانت موجوده في القاهره او حتى في كازابلانكا قبل لقاء العوده. فيها تفاصيل مهمة جدا، ولكن يمكن الزملاء في الاتحاد الافريقي هيعرضوا فيديوهات، لان فيها بصراحة يعني هتعمل مشاهدات كبيرة جدا. هم بيدونا واحدة بواحدة يعني بيبتدوا بس كده ايه، يطلعوا حاجات صغيرة. بالظبط كده. طب كلمة أخيرة دكتور أحمد، خلينا برضو بس نقول تاو النهارده سجل، بيرسي تاو برضو التكملة لتطوره مع النادي الأهلي، النهارده بيسجل في شباك المغرب، يمكن ده هدف مع منتخب جنوب افريقيا، بيسجل بيرسي تاو هدفه الاول منذ 25 مارس 2021، يعني بقاله اكتر من سنتين غايب عن التسجيل، كان سجل في منتخب غانا في تصفيات كاس العالم، النهارده بيسجل. فالنادي الاهلي هو اللي بيرجع اللعيبه، وهو اللي بيرجع شخصيه. بص بيرسي تاو كان عامل ازاي والنهارده بقى عامل ازاي لما صحيح رجع وقف على رجليه بدنيا. ادي الجونه ده ماتش المغرب والماتش جنوب افريقيا والمغرب في تصفيات امم افريقيا المؤهله للكوت ديفوار. يمكن تسديده من بيرسي تاو وقعت من ايد منير المحمدي حارس مرمى المنتخب المغربي. وعلى فكره جنوب افريقيا هتبقى الحصان الاسود في كاس الامم الافريقيه الجايه. أكيد. جنوب افريقيا هي متقدمه على المغرب 2-1 دلوقتي، متقدمه بشكل متصدره مجموعتها. يعني ادعوا للنادي الاهلي بقى عشان بيرسي تاو احنا فوقناه يعني. لا وبعدين بيلعب في المباراه، انا جات لي تعليقات من الزملاء الاعلاميين في جنوب افريقيا بيقولوا لي بيرسي تاو النهارده بيلعب مباراه
عارف انت وكانه بيلعب من 2019 يعني عارف فاكر ماتش 2019 طبعا بيلعب بنفس التطور واحتجاج وبيزعق ولا يعني النادي الاهلي بيرجع شخصيه اي حد بيرجع الهيبه بتاعته شخصيه الفكره كمان انا بتكلم على جنوب افريقيا كمان ليه لان هم عندهم صن داونز اتطور بشكل كبير فبصمات صن داونز واضحه على المنتخب أكيد. عايز اقول لك كمان النهارده كريستو محمد الضوء كريستو النهارده كان احتياطي في مباراه غينيا الاستوائيه وتونس وده لاعب دولي ايضا كمان موجود في صفوف الاهلي. طيب بما ان بقى الاحتفالات مستمره هل الاحتفالات في افريقيا بس؟ لا ده وصلت لامريكا في الولايات المتحده الامريكيه في تايم سكوير يمكن ده من اشهر الميادين اللي موجوده في امريكا مشجع اهلاوي عمل لقطه حلوه قوي تعالوا نشوفها. شغال الاهلي عشق الاهلي عشق احدى شاشات العرض في تايم سكوير احد الاشهر الميادين في الولايات المتحده الامريكيه شفنا لقطه هدف الاهلي في الوداد المغربي. معايا على التليفون الاستاذ حسن ابو العينين مشجع اهلاوي مصري عظيم عايش في امريكا. استاذ حسن مساء الخير او صباح الخير. اهلا اهلا صباح الخير عندنا مساء الخير عندكم استاذ أهلاً محمد بيك. سعيد واهلا بيكم في قناه الاهلي. تحياتي الكابتن حشيش ودكتور احمد ثابت ليك. اهلا كابتن محمد حشيش. كابتن حشيش طبعا نجم من نجوم الاهلي. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. قول لي بقى المفاجاه اللي انت عملتها دي ازاي يعني اتفقت عليها ازاي عملتها ازاي عشان يبقى هدف الاهلي موثق في احدى شاشات العرض في تايم سكوير اشهر الميادين في الولايات المتحده الامريكيه. اولا مبروك للاهلي. الله يبارك فيك. مصر مبروك لكل الوطن العربي. الاهلي مشرفنا. مبروك ال11 وعظيم ال12 باذن الله. انا مشجع اهلاوي طبعا عايش طول عمري في امريكا من وانا عندي 19 سنه بس انا الاهلي في دمي. ده سافر معاه. انا اخر ماتش حضرته كان في رادس جول محمد ابو تريكه في الدقيقه الاخيره. الفكره جت ان انا عايز اوثق الموضوع ده وان انا حجزت الشاشه دي اسمها تكست اكبر شاشه في تايم سكوير. انا حجزت عليها 15 ثانيه اعلان هو ده الستايل ومينا المعد عندي في الشركه مينا قلت له يلا مينا نعمل بعد طبعا فرحنا ونزلنا وهيصنا وكده قلت له احنا كان عندنا شغل يعني في نيويورك قلت له يلا مينا نعمل ايه اعلان 15 ثانيه ننزل فيه الجون ونحلل الاهلي ونفرح الناس. فعملت الاعلان عملنا له الايديتنج ونزلنا في تايم سكور وهو بينزل كل ساعه على فكره مش مره واحده. تمام. يعني انا عامله لمده اربع ايام وان شاء الله كمان المصريين طلبوا مني ان انا ازوده وهنلبس تيشيرتات حمراء وهنروح يوم الاحد تاني في نفس توقيت الماتش نطبل ونغني. اه وتحتفل عملنا ده بعد الماتش ما خلص احنا يمكن قناه اكسترا نيوز وقناه الاخباريه سجلوا معانا الاحتفالات اللي عملناها في ستان واي وفي الشوارع بس كان الاعلان لازم ياخد وقت ويعدي على كوبي رايت وحاجات معينه. اكيد. والحمد لله انا استاذنت بين سبورت ليه علاقه بيهم ونزلنا الهدف والهدف الهدف عالمي. حصل تفاعل الهدف. بينك وبين الجاليات العربيه لما شافوا الهدف ده في الميدان؟ اه طبعا ده انا عندي تسجيلات ثانيه هبعتها لك للامريكان وهم بيتصوروا بيشجعوا الاهلي والمصريين بس كانت الفرحه كبيره وفي لقطات ثانيه هبعتها لكم يوم الاحد اللي جاي باذن الله. عاملين وقفه جميله بعالم الاهلي مستنيينه يجي من مصر والدافع وهنعمل احتفال تاني وننزل برضه الاعلان تاني وننزل بقى تاريخ الاهلي بطولاته الارقام. انا بحب الاهلي والاهلي بيفرحنا وجمهور الاهلي لازم يفرح. صح. وانا بشكر قناه الاهلي على اهتمامكم. لا العفو ده بالعكس دورنا انتوا كجمهور انتوا رقم واحد والاساس بالنسبه لنا فاحنا دورنا اللي احنا نبروز هذه الاحتفالات ونتكلم عن الدور اللي بتقوموا بيه. انا عايز اقول لك احنا كنا بنتفرج على الماتش مع بعض ولما جه الجون الاولاني بتاع الوداد بعض الشباب كده بقوا نيجاتيف قلت لهم الاهلي هيسجل. الحمد لله. الاهلي قوي. الاهلي ما يتهزش. انت لو تشوف حضرتك انا حضرت قبل كده ماتش الوداد اللي خسرنا فيه اللي هو اعتبرها مؤامره ان احنا نعمل ماتش واحد ذهاب واياب مفيش. الموقف هناك صعب جدا حضرتك الجماهير بتاثر بطريقه جامده والشماريخ انا ما كنتش شايف حاجه من الدخان ويمكن سبحان الله لما وقفوا الماتش
بعد الشماريخ والحاجات اللي عملوها دي صح. ربنا كرمنا واللعيبه رجعوا نفسهم، ومحمد عبد المنعم رائع، وانا عارف ان دي جمله تكتيكيه بيلعبها دايما محمد معالي معلول. استاذ حسن مش حظ ولا حاجه. اكيد اكيد استاذ حسن، انا بشكرك بجد بامانه وكل التوفيق ليك، وبننتظر بقى منك كمان فيديوهات تانية فيها احتفالات في تايم سكوير، لان اكيد حاجه هتبقى جميله جدا لما يكون الاهلي بشعبيته بجماهيريته واصله كمان لغايه الولايات المتحده الامريكيه. فشكرا جزيلا ليك وكل التوفيق يا رب لجماهير الاهلي في كل مكان. احنا بنيجي نقدم يا كابتن حشيش وبنتكلم على جماهير الاهلي، بنقول جماهير النادي الاهلي في صح. كل مكان في كل بقعه من بقاع الدنيا. صح. النادي الاهلي نادي كبير، شعبيه كبيره جدا، عشاقه بيتفننوا ازاي يعني يفرحوا ويحتفلوا يعني. اكيد. دكتور احمد كلمه اخيره. النادي الاهلي في كل مكان زي ما احنا شايفين، ودايما انا بقول ان سر نجاح النادي الاهلي على مدار العصور رقم واحد جمهوره اللي دايما بتلاقيه في كل مكان، ودايما مختلف عن باقي الجماهير كلها انه بيطالبك دايما بالبطولات وبيدي حافز للاداره وللعيبه وللجهاز الفني. الحاجه الثانيه الاداره، مجلس اداره النادي الاهلي طبعا بيبقى نظام عمله مختلف عن باقي الادارات الثانيه، نظام عمله مؤسسي ما بيكلمش كتير، هو مركز بس في الشغل وبس والنجاحات زي ما احنا عرضنا كده في بال 22 بطوله في لعبه القدم والسله واليد والطايره. النادي الاهلي السنه دي في كاس العالم للانديه في القدم وفي اليد وفي السله في ثلاث العاب، النادي الوحيد في العالم النادي الاهلي واصل دلوقتي ل 147 بطوله. اكيد. لا فمختلف عن كل الانديه يعني. سريعا بس اخر حاجه بسرعه يعني، بعيد طبعا تهنئه لقوات الدفاع الجوي بالعيد بتاعهم، وبشكرهم على اللفته بتاعه الاحتفال الممر الشرفي، وبشكر طبعا هيئه الاستاد بتاع الدفاع الجوي والاهتمام والنظام اللي كان موجود في المباراه النهارده يعني. تمام. كابتن محمد حشيش انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. شكرك. دكتور احمد ثابت نورتني وشرفتني. شكرا يا كابتن. شكرا جزيلا لحضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والى اللقاء في استوديوهات اخرى خلال الفتره المقبله.